في إطار برنامج طربوس الدولي للأيكيدو، هذا الطربوس الأول اللي تنظم على مستوى ولايات الجنوب بحضور رئيس الاتحاد الدولي السيد ويلكو فيرسمان. هذا التربص الهدف منه هو الحضور والتنقل لولاية الجنوب للسماح لجميع ممارسي الولايات ولاية ورقلة والولايات المجاورة للمشاركة وحضور التربصات الدولية. ولايتنا تحتضن تظاهرة دولية وهي التربص الدولي للايكيدو، وهذا تحت إشراف الاتحادية الجزائرية والاتحادية الدولية لرياضة الايكيدو، وهذا بمشاركة أكثر من 400 مشارك وأكثر من 25 ولاية بما فيها دول المجاورة. Cette ville et cette occasion de voir ce nouveau salle de sport, c'est bien sûr aide au développement de l'aïkido en Algérie.